قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ده وعد، فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. العلماء قالوا لا يتمثل بي، كلمة بي هنا أي على صورتي. الشيطان ما يقدر يتمثل على صورة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بيتمثل على صورة أي شخص آخر، يجيك على شكل والدك كويس، ولا واحد من جيرانك، ولا صاحبك، ولا إمام الجامع، لكن بشكل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يتمثل. طيب إذا يا أخواننا، نحن عشان البشرة دي يعني تقع عندنا موقع صحيح ونفهمها ونستفيد منها، لابد نكون أول حاجة عارفين وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف. تمام؟ يعني من الأول كان جاك زول شنبه كبير ولافل فوق كده، أعرف إنه ده ما ياهو. النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوع القامة، ليس بالطويل الشديد ولا بالقصير، وكان عظيم المنكبين، يعني عريض في منكبيه، قليل اللحم، يعني ما جسمه كان مترهل باللحم، لا، كان قليل اللحم، وكان في لونه أبيض مائل إلى الحمرة، ما هو الأبيض الأمهغ الشديد، لا، أبيض مائل إلى الحمرة، رقيق الحاجبين. وصف السنة دي وصفته وصف صح، رقيق الحاجبين، كأنهما يقترنان، يعني كأنهم بيتقارنن مع بعض وما بيتقارنن، أزج وأكحل، يعني سواد بتاع العيون، الأسود ده أسود شديد، والأبيض أبيض شديد، وفي أشفاره وطف، الرموش بتاعت العين دي طويلة، وفي عينيه دعج، هو كأنه ما يسمى بالحور في العين، وهو شدة جمال الأعين، وفي صوته صحل، الصحل يعني أقرب إلى البحة في الصوت، وعلى كتفه خاتم النبوة، وبين حاجبيه عرق صغير كده بين الحاجبين، وكان كث اللحية، لحية كثة، حتى الصحابة كانوا بيشوفوها بوراه لما يكون في الصلاة بيصلي وبيقرأ، قالوا كانوا بيعرفوا قرايته باضطراب لحيته من خلفه، وكان أسود اللحية والرأس إلا شعرات قليلة بيضاء، شعرات قليلة جدا بيضاء. شوف انت وصف زي ده شفته، ده النبي عليه الصلاة والسلام. أما من الأول شفت لك واحد لونه زي كده، لا ده ما ياهو، من السيدة عشان ما نختلف لقدام، ده ما هو. طيب قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، بالنبي صلى الله عليه وسلم الشخصية الوحيدة ما يقدر يتمثل بها، يتمثل لك بأي زول تاني. طيب لو انت شفت النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه، وحتى الإمام النووي بيقول ما يشترط الوصف إنما يكفي يعني الصفة، كونه يقول لك بس أنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ولكن الصحيح إنه لا بد من الوصف، لأنه قال إن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان ممكن يديك أي شخصية تانية. طيب إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شكله، يبقى تأويل الحديث شنو؟ قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. نقول تأويل الحديث على وجهين، الوجه الأول للناس اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمان، اللي كانوا في عهده. طيب في ناس كانوا في مكة وهو في المدينة، أو كانوا في المدينة وهو في مكة، فتأويل الحديث أو معناه إنه بيوفق إلى الهجرة. من رآني في المنام يعني يا ناس مكة اللي ما هاجرتوا لسه، اللي بيشوف فيكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراني في اليقظة، يعني حيهاجر، والهجرة دي منزلة عظيمة جدا، فدي بشرة كده إنه يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة دي مكانة ومنزلة عظيمة، لأنه أي زول رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، والصحابة دي منزلتهم فوق ما في زول بيلحقهم. طيب يلا بالنسبة لنا نحن البشرة شنو؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هل نحن حنشوفه برا في اليقظة؟ يلاقينا برا؟ لا. والنقطة دي رد على ابن حجر العسقلاني من وجوه كثيرة جدا، لأنه في ناس بتوهموا إنه ممكن تشوفه في اليقظة عديل، يعني قابلك في الشارع،
ولا في السوق بيعتقدوا كده، ده باطل. النبي صلى الله عليه وسلم هو في قبره عليه الصلاة والسلام، ولو قام معناها القيامة قامت. ليه؟ لأنه قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. لو مرق القيامة قامت. تاني لا بينفع عمل صالح لا بينفع أي شيء. فسيراني في اليقظة، مش معناه حيشوفني. عندها تأويلين دي ذاتها، قالوا فكأنما رآني في اليقظة، يعني أنت لو شفته على شكله أستبشر وأحمد الله إنك أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شكله. طيب الفهم الثاني برضو، فسيراني في اليقظة، قالوا هذه رؤيا، رؤية إكرام، إكرام لك، يعني يوم القيامة أنت حتشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤية إكرام وقرب منه، وإنك من أتباعه وإنك من المقبولين عند الله يوم القيامة. قال فسيراني في اليقظة، لأنه أنت أول ما الناس يجي يوم القيامة جارين على الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه، وحوض كبير وماء أبرد من الثلج وأحلى من العسل، والناس كلها جارية عشان تشرب. في الوقت ذاك في ناس الملائكة بترجعهم. ليه؟ لأنه في الدنيا هنا كانوا ما بيتعبدوا بالسنة، لا منا بدع وأذكار بتاعت خرافات والطرق بتاعت طرطشة، فهمت؟ وعقائد خربانة، لخبطوا الشغلة، اللخبطوا ديل الملائكة بتجلدهم بعدين وبترجعهم من الحوض. طيب أنت لو رأيته معناها أنت عبرت المرحلة بتاعت أنك أنت من الناس الزايغين والناس المخرفين، وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم سليم، وانت معناه ذول كويس. فدي يبقى معنى الحديث فسيراني، يعني انت ما بتحرم من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه عند الحوض وعند غيره من الشفاعة وغيره. طيب نقطة أخيرة أو قبل الأخيرة، وهي إن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن بشرى يا أخواننا، لكن ليس فيها كلام ولا تشريع جديد. ممكن يؤكد لك على حاجة من التشريعات القديمة، لو شفته شفته في الرؤية يقوم يقول لك عليك ببر الوالدين، أو يقول لك احفظ القرآن، أو يقول لك احترم الكبير، أو يقول لك صلي صلاة الجماعة كده، بيقول لك حاجة من الشريعة الموجودة أصلا. لكن مما تجي تقول طبعا أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، تمام جدا، أها، وتاني وداني ورد جديد، لا لا ما في ورد جديد تاني، ما في ورد جديد تاني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت ربنا نزل عليه واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عشان كده ما أقدر يمشي يشوف بالليل رؤيا ويجينا ولا حلم ويجينا يقول لنا طبعا خلاص أنا جيتكم ببرنامج جديد وطريقة جديدة وأذكار بعد الظهر وبعد العصر، وتعالوا شيلوا مني الطريق. الطريقة اللي أداك لي منو؟ الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم. وين؟ في النوم. لا لا لا، في النوم ما في طريق جديد، طريق القديم داك بس. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لك على حاجة، يوصيك بحاجة انت تحرص عليها، ده ممكن. أما طريق جديد لا، وإلا يبقى يزل بيدعي وحيتغير دين الإسلام. تجيني تقول لي والله وصاني قال تبنوا لنا قبة يا شيخي هنا في الحتة دي، أنا بكرة برضو بنوم بجيك بقول لك قال كسروها. طيب ها انت هتقول لي لا ما رأيت، انت نمت معي ما أنا رأيت برضو في النوم قال كسروا القبة بتاعتك دي، فهتبقى لخبطة. عشان كده دائما المصدر بتاع التشريع نرجع لتشريعنا الموجود. أما الرؤى اللي بنراها في المنام دي بشريات يا أخواننا وعلامات خير، الزول لو رأى يحمد ربنا عليها ويسكت على كده زي ما قلنا قبل. جزاكم الله خير، السلام عليكم. نعم زول لو رأى يا أخوانا رؤيا يعني اشمأز منا وكده ممكن يأولها تأويل حسن، وإن شاء الله تمشي على تأويلها. بارك الله فيك.